شاركت مؤسسات إعلامية محلية ودولية بجولة صحفية بمنطقتين مهددتين بالمصادرة هما طوبة ومنازل جنوبي الخليل بهدف تسليط الضوء والمشاركة بمساعدة الأطفال وسكان البلدة الذين يعانون تضييقات ومضايقات المحتل اليومية بنحاول أنه نلفت انتباه العالم كله أنه هاي التجمعات هي تجمعات فقيرة تجمعات مهمشة بحاجة لدعم عشان نثبت صمودهم لأنهم هذول الناس موجودين في أراضيهم فقدوا كثير من مصادر دخلهم من خلال الجدار فقدوا يعني حرية الحركة هون لأن المستوطنات بلشت تحاصر فيهم من كل المناطق فإحنا حابين أنه هذول الناس يحققوا وجودهم من خلال يأخذوا حقوقهم الكاملة يأخذوا الخدمات الأساسية المطلوبة لأي إنسان عايش في أي منطقة الجولة جاءت بتنظيم كل من المفوضية الاوروبية ايكو بالتعاون مع المجموعة الطوعية المدنية بايطاليا واتلاف المياه والصرف الصحي والنظافة المنطقة يعني نفس الوضع يعني هناك عملية اختارات من قبل الاحتلال وبالتالي عدم القيام بأي مشروع أو عملية البناء المنطقة الموجودة ممنوع شق الطرق أو تعبيدها عدم وجود شبكات مياه وكذلك بالنسبة للتيار الكهربائي ننزل على المدرسة بأخرونا والمستوطنين بيضايقوا علينا وبهدوا دورنا كمان وبضايقوا علينا ويعني يوم يوم نتأخر على المدرسة وكل ما نروح نتأخر على الدار يعني كثير أشياء بعملوها معنا كثير تعليم أثر علي كثير كل ما ب... كل ما بروح المدرسة بقعد أفكر وبخاف يعني وكل ما بأنزل على المدرسة بفكر وبخاف وشملت الجولة زيارة لكل من منطقتي نازل وطوبة التي تحتوي تجمعات سكانية تعاني من نقص المياه والخدمات وتهديدات الاحتلال بمصادرتها وتهجير سكانها حيث امتدت تضييقاتهم لتعمل على وقف بناء وحدة صحية للطالبات بجانب المدرسة كانوا قد اقاموها خصيصا للطالبات لضعف الخدمات التي تقدم في المدرسة والمنطقة برمتها انا من عاني من قلت الـ الربيع واكل الاغنام ومنعاني في اطفالنا بيروحوا على المدارس من هون مع الجيش وبيجوا مع الجيش ومن قامت في الحياه بدعه فدعه بالرغم من المشكلات والتضييقات التي يعاني منها سكان وطلاب منطقه جنوب الخليل الا انهم بصمودهم وارادتهم يصنعون الامل يوما بعد يوم. لتلفزيون رامي يوسف من منطقه جنوب الخليل.